مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. في 24 فبراير 2022 بدأت روسيا غزوا عسكريا مفتوحا لأوكرانيا في تصعيد كبير للنزاع الروسي الأوكراني الذي بدأ في عام 2014، فهو أكبر هجوم عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. تقول القوات المسلحة الأوكرانية إن أكثر من 12 ألف جندي روسي قتلوا منذ 24 فبراير، وما لا يقل عن 22 شخصا من 8 دول إلى جانب أوكرانيا لقوا حتفهم بسبب الحرب اليوم. وإليكم متابعين قائمة الأسلحة الأوكرانية المفقودة خلال الغزو الروسي عام 2022. ولكن قبل أن نفعل ذلك كالعادة متابعينا، لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات ليصلكم كل جديد. أربعة وعشرون فبراير 2022، تحطمت طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز أنتونوف AN-26 بالقرب من جنوب شرق العاصمة الأوكرانية كييف. 24 فبراير 2022، سو 27 ومركبة للتزويد بالوقود احترقت بنيران بعد هجوم روسي على مطار عسكري في منطقة أوزارن ساردمار. 25 فبراير 2022، تم إسقاط السو 27 فوق كييف بواسطة الاس 400 الروسية، وألحق الحادث أضرارا بمجمع سكني. قتل طيارها العقيد ألكسندر أوكاشينكو. 27 فبراير 2022، تم إسقاط طائرتين من طراز سو 25 اس بلو 19 وآخر مجهولة الهوية في منطقة كيرستن، وافترض أن الطيارين قد تم نشر صورهم لفقدان كلتا الطائرتين الأوكرانيتين. 27 فبراير 2022، يظهر مقطع الفيديو نتيجة هجوم صاروخي على مطار إيفانو فرانسيس الأوكراني الذي خلف 6 مقاتلات من طراز الميك 29 بأضرار بالغة. 27 فبراير 2022، تم تدمير أكبر طائرة في العالم أنتونوف AN-225 مارية في الأرض في مطار جوزاميل بنيران الروسية. 2 مارس 2022، قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن طائرة الميك 29 فقدت خلال قتال جو ضد روسيا ويجرى البحث عن الطيار. في 3 مارس 2022، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية خسارة الاس جي 27 في وسط أوكرانيا، قتل طيارها الرائد ستيفن توبان. في 8 مارس 2022، تم الإبلاغ عن تحطم الطائرة الاستطلاع بدون طيار من طراز التو 149 في أوكرانيا، وأوكرانيا هي المشغل الوحيد المعروف لهذه الطائرة بدون طيار. 10 مارس 2022، تم إسقاط واحدة من الاستي 25 اس بلو 31 بالقرب من نوفاكا كوفكا. 11 مارس 2022، تحطمت طائرة الاستطلاع بدون طيار من طراز تو 141 أمام حرم جامعي في زغرب كرواتيا. قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش أنه من الواضح أن الطائرة بدون طيار جاءت من اتجاه أوكرانيا التي دخلت أوكرانيا بعد أن حلقت فوق المجر. 11 مارس 2022، فقدت طائرة الاستطلاع بدون طيار من طراز ليليكا 100 فوق أوكرانيا. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات ليصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهدة.